إكرام الأزرق. إكرام، ما هو التوجه العام في الدار البيضاء التي تعتبر أكبر خزان انتخابي؟ نعم، جهة الدار البيضاء الكبرى هي أكبر الجهات المغربية باعتبار أنها تنسب إليها 7 أقاليم مهمة جدا ومقاطعات عديدة ونسبة وكثافة سكانية مهمة. انتخابات 2021 هي الثالثة بعد الدستور الجديد بعد محطتي 2012 و2016 لمدة 10 سنوات. استحوذت حركة أو حزب العدالة والتنمية على تسيير معظم الجهات، لكن في جهة الدار البيضاء هناك تنافس شديد بين 4 أحزاب قوية: حزب الاستقلال، حزب العدالة والتنمية، حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة. بحسب المعطيات فإن المشهد السياسي سيتغير، سيتم ربما قد يتغير تمركز الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية لم يتبقى لها وقت في إقناع المواطنين، لم يتبقى لها وقت في استمالة المواطنين والناخبين. في المقابل قناعة الناخب هو الآن في موقع متأمل، له عروض متنوعة متعددة من أحزاب عريقة، من أحزاب مسكت الحكومة 10 سنوات، من أحزاب عديدة، لكن هو الآن في اختيار وفي حيرة: من الذي سيوفي بوعوده؟ ما الذي سيقود الحكومة الجديدة إلى التغيير والإصلاح وإلى تنزيل البرامج التي يطمح إليها الناخب والمواطن المغربي بشكل عام؟ المشاكل الاجتماعية، حل مشاكل الصحة والتعليم وإلى آخره. هناك مشكل البطالة، هناك مشكل الأمية. إذا مجموعة من الملفات الساخنة والمهمة التي تنتظر الحكومة الجديدة. 4 أحزاب من ضمن 32 حزب يتنافسون على المسك بدفة القيادة نحو الحكومة المغربية. الانتخابات هذه السنة ستجرى جميع الاستحقاقات في يوم واحد، ما يؤدي إلى إمكانية النجاح أو الانتخابات النيابية على الأصوات الجهوية والبلديات. إذن يوم غد سيكون حاسم، والكلمة الأخيرة والأولى والأخيرة ستعود للناخب، وله المسؤولية وعليه تحمل مسؤولية تصويت. نعم، إكرام الأزرق مراسلة الغد، شكرا لك، كنت معنا من الدار البيضاء، والشكر